نقلي الزهرة بنخليها حمراء بهذا اللون زي الموجود عندنا. بعدين بدنا نسلق اللحمة. أول إشي بنقليها مع بصلة، لحمة راس عصفور بنقليها مع بصلة، بنحط معها شوية ثوم بنقليهم مع بعض. بعدين بنحط البهارات تبعتنا اللي بنستعملها، بس بنحاول انه نخفف من البهارات وما تكونش ميه اللحمه كتير فيها بهارات. وبعدين بدنا نخلي اللحمه تستوي على تنسلق على النار. بنكون عملنا الجميد، حطينا الجميد مع اللبن مع معلقتين نشا، حركناهم على البارد، بعدين رفعناهم على النار مع التحريك المستمر لحد ما يغلوا ويشدوا معنا. بنضيفهم فوق ميه اللحمه واللحمة المسلوقة، وبعدين بنضيف الزهرة وبنطفيهم بالثوم، نقدح السمنة أو الزيت، بعدين بنحط عليها الثوم وبنحطه، بنطفي الجميد مع بالثوم. طفيت الزهرة مع اللبن والجميد. 1 أو 2 رأس زهرة مقطع ومقلي بالزيت، كيلو لحمة مقطعة رأس عصفور مسلوقة، بهارات مشكلة، ورق غار، هدول مع سلق اللحمة، ماء سلق اللحمة، بصلة مفرومة، 2 ثوم مهروس، 2 ثوم مهروس، كيلو لبن، 2 ملاعق طعام نشا، 1.5 كوب جميد ممروس ومصفى، 3 حبات ثوم مهروس، زيت قلي، تقدم مع الأرز بالشعرية والأرز العادي. المطفية عنا الزهرة، أول إشي بنكون قليينها، قلي بهذا الشكل، يعني يكون لونها شوية بداية الحمار، مش أحمر كتير. تمام. ولا أبيض. اللي هي زي قلي تبعت المقلوبة صح؟ بالضبط. اللي هي لا. إيه شوي دهب. أخف من المقلوبة. ها؟ أخف من المقلوبة. طيب. أوكي. أنا هون خففت لك على اللحمة عشان ما تنشف ميتها ستي. أوكي. تمام؟ خففت الدرجة الحرارة يعني. عادي لا خليها. خليها تغلي. خليها. هلأ بدنا نحط على هاي. أوكي هون بدك؟ هلأ أول إشي رح أورجي كيف رح نعمل بهاي الطنجرة الصغيرة كمية لحمة قليلة، بس هي المسلوقة ومستوية هون عشان رح تاخدنا وقت. تمام. بس مبدئياً رح نورجي كيف اللحمة بدنا نستويها مع البصلة. تمام. شوية زيت، بس يحمى عنا شوية زيت بننزل عليه البصلة. وبنحط شوية ثوم معاهم. تمام. لأنه اللحمة مش رح أبهرها كتير عشان لونها ما يصير أسود مع الجميد وال يعني مية اللحمة ما تصيرش كتير. حط ملح بسرع كمان. هاي. طيب. اذا بس قاعده الشيف روان الان بس بتسوي كل لحمه اللي حتحطها على الزهره اللي رح نسلقها. كيف سوتها؟ ايوه اللي سلقتها شو عملت فيها قبل ما تسلقها؟ ما بنحطش فيها قلنا بهارات كثير، عشان هيك حطيت ثوم كمان مع البصل لما قليناه. اللحمه عندنا اياها راس عصفور زي ما بتحبوا، اما عجل او خروف، انا جايبه انه عملتها على الخروف. تمام. هي اسكى خروف. اسكى لحمه خروف ها؟ اكيد. تمام. هلا بس تقلت عنا البصله بننزل عليها اللحمه الراس عصفور ومنقلبها. بنضيف البهارات، يعني شويه بهار ابيض ممكن عشان ما تسود كثير معنا ميه اللحمه. راح نحط شويه من القرفه ونتفه من البهار المشكل. يا عيني بس خليك مي هون. هي سخنه المي يعني خليها ظلها تغلي. بس بنقلب اللحمه لحد ما يتغير لونها، يصير من الاحمر للبني، يعني تنشف من برا. وبنضيف عليها المي الحار، الماء الحار. نتركها تنسلق لتستوي. والزهرة طبعاً بنكون قليينها ومجهزينها. و إذا هاي كمية من اللحمة كيف سوتها، كيف سلقتها الشيف روان؟ بس كيف طريقة عملية البداية؟ شو البهارات اللي إضافتها؟ وهسا بدك المي؟ لو سمحت. يلا هاي المي ستنا عشان خلاص. هلأ بنحط المي على
على اللحمة بنسلقها فيها وبنتركها لتستوي، ما نكتر كتير مي عشان إحنا بدنا المي نفسها نستعملها للجميد. هيك تمام. هيك تمام. تمام. خلاص. أيوة. طيب. أوكي هلأ بنا إحنا عندي اللحمة أنا مسلوقة جاهزة. تمام. هون في عندي لحمة نفس الطريقة هذيك. أوكي. مسلوقة ومستوية. آه أنا بطفي لك يا ماني. أوكي. هلأ بدنا نجي نعمل الجميد مع اللبن. كتير بطريقة سهلة. ترقص الطنجرة من 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 زكاوة اللحمة بترقص هيك بتسوي هيك. شايف؟ هلا احنا انا عملتها قبل، عملتها على الانستغرام على الستوري بس باللبن، تنعمل باللبن. ممكن بس نسلقها للزهره مش قلي. ممكن تنعمل بالجميد لحال، ممكن تنعمل باللبن لحال، ممكن تنعمل بالاثنين مع بعض، كل واحد وطريقته. هلا راح احط اللبن في الطنجره على طول. عندي كيلو لبن، راح احط معه قد ما بنحب كميه الجميد اللي يعني بنفضل انه نحطها، او قبل ما احط الجميد راح احط النشا مع اللبن على البارد. هيك كثيفه شوي المرقه تبعتها كانه. ايوه كثيفه شوي. ها هاي بدها تكون كثيفه عشان في عندي ميه لحمه راح تنزل تمام عليها. تمام تمام. فراح احرك النشا منيح منيح على البارد مع اللبن عشان يدوب فيه منيح، وبعدين بضيف الجميد. الجميد ممكن جميد السائل موجود بالأسواق، أو ممكن نستعمل جميد حجر ممروس ومصفى. قد ما بدنا كمية الجميد لللبن كمان، هذا إشي برجع للي عم بعمل الطبخة. ممكن للكيلو اللبن نحط كوب معياري أو كوب ونص معياري زي ما بتحبوا، أنا هيك عاملة تقريبا كوب ونص معياري. أوكي. منحركهم منيح وبعدين نحركهم على النار. يلا هاي خليها هاي تغلي. بدك اياها هون اشغل عليها؟ اه خلينا نحطها يمكن هاي هون. أوكي. هاي الحاميه بنحطها هاي. طيب هلا اللبن طول ما هو على النار بدنا نضلنا نحرك فيه لحد ما يغلي. بنحركه منيح طبعا لانه النشا ما يفرط. ما يفرط. خليها تغلي الشوربه. ايوه هلأ اللبن شوف ما أحلاه كيف طلع عندي. الله. ما حطيت عليه ولا شوية مي بس لبن جميد ونشا. نعم صحيح. أوكي والعيارات معلقتين بالضبط يعني بيكون بيطلع بهاي الطريقة ممتاز. أنا مستني القدحة. القدحة هلأ أنا هلأ جايين عليها. القدحة وريحة القدحة يا شفروان. جايين جايين. هلأ في أنا بمية سلق اللحمة حطيت ورق غار رح أشيله قبل ما نضيف الجميد. أها. تمام. الورق الغار كتير بيعطي طبعا طعم زاكي للحمه المسلوقه. اوكي كبنا. ايوه اللبن على اللحمه. ايوه تصبح من الماضي. هلا بنحرك الجميد مع اللبن والمية اللحمه منيح منيح مع بعض، خليهم يغلوا. يا سلام وريحه الفريكه لو تشموها يا جماعه الخير. هلا سمير رح ننزل الزهره المقليه على الجميد واللحمه. اها عشان تهلط معاهم بالمره. ايوه طبعا يعني. الزهره مهم جدا انه ما نكون قصينها صغير يعني تكون قطع كبيره، ما تكون قطع صغيره عشان ما تدوب بسرعه بال يعني مقصود انه قطع الزهره هيك حجمها عشان طبعاً. ما تذوب. ايوه تظلها متماسكه. اوكي هلا الزهره مع الجميد عم بيغلوا شوي يعني خليهم يغلوا ياكلوا. احنا بدنا نجهز القدحه. هلا يا سمير الزيت لازم يكون حامي جدا زي هلا. ايوه بلش. وهي احمى كمان عشان القدحه يم عشان توم كثير. اؤيد. تؤيد؟ اؤيد. احطهم كلهم؟ اجراءاتك روحي. يلا روحي بس انا بدي اسكبهم من هون لهون. طيب يلا انت كرمتي يعني انا انال هذا الشرف. هاي اللي اسمها المطفية يعني هيك احنا عم نطفي الجميد بالثوم. بتحطي معه بقدونس هون؟ لا ولا شيء. ثوم. اه
بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ما هدول حط عليهم. ايوه مش سامع صوت. مش سامع صوت.